أي موقف يمر بحياتك ما يأثر فعلياً، إذا ما يقتلك فعلياً فهو فعلياً ما يعيق الحياة. سامي الحلوة صاحب تطبيق نعناع، تميزت بمجال كان بذيك الأيام قليل المتميزين فيه، مرت مراحل كتير صعبة، الشغف والإصرار هم اللي ساعدوني أحقق كل وتجاوز كثير من المشاكل اللي مرت فيها. اللقاء من الصفر اليوم 5 بتوقيت السعودية على NBC1. رمضان يجمعنا.